السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ في الفيديو ده هنتكلم ان شاء الله على اللوجيكال لاير. اللوجيكال لاير هي الكونسبشوال لاير او الميدل لاير ايا كان الاسم بتاعها، وهي اللاير اللي هي الايه الابر اوف الفيزيكال لاير. اوكي، طيب اللوجيكال لاير دي هي ايه؟ هي الانترميديت لاير، ده اسم معروف جدا. طيب اللوجيكال لاير دي بتديسكرايب ايه او مسؤوله عن ايه؟ دي نقطة مهمة جدا. اللوجيكال لاير مسؤولة ايه الداتا، وات داتا از ستورد. دي نقطة مهمة جدا، ما عارفين ان الفيزيكال لاير مسؤولة عن هاو الداتا ستورد، لكن اللوجيكال مسؤولة ايه المتخزن، متخزن ازاي، ايه الداتا، ايه الداتا المتخزنة، ايه الريليشن بين الداتا دي. فدي المسؤول عليها اللوجيكال لاير. فجينا شفنا اللوجيكال لاير ان هي ايه، بتسكرايب الريليشن. يعني الفيزيكال لاير هي مش كير اباوت الريليشن دي معموله ازاي بين الداتا. لو عندك داتا وبرودكت وكاستمرز، هي مش مسؤوله عن الريليشن دي، اللي مسؤول عنها هي مين؟ هي اللوجيكال لاير. طيب حاجه كمان، انا لو عدلت حاجه في اللوجيكال لاير، زودت مثلا، عملت حاجه ريليشن، زودت برايمري كي، فورين كي، شلت كي خالص، اللاير اللي فوقيها الفيو مش افكتد خالص. فدي نقطه مهمه جدا دايما بناخد بالنا منها. طيب ايه التشنجز اللي ممكن نعملها في الميدل لاير، وهي في الاخر المفروض مش بتهد اللي فوقيها ولا بتافكت اللي فوقيها؟ هي مثلا المفروض اد نيو تيبل، انا زودت تيبل جديد، هل ده هيافكت الريبورتنج لاير بتاعتي؟ لا. ليه؟ لان هي مش 1 تو 1، وممكن انا ابقى عندي فيو، عندي ريبورت بيقرا من تيبل، لو التيبل تاني مش علاقه بالفيو، صح؟ اوكي. طيب حاجه تانية، انا عدلت في ريكورد، بتكلم على ريكورد دلوقتي، او عملت ميرج للريكورد، اوكي، الابلكيشن بتران، هل ده هيأفكت الابلكيشن؟ هتقولي طب انا عدلت كويس، بتكلم على ريكورد ليفل. فبنتكلم على ريكورد ليفل، انا عندي افترض مثلا اربع ريكورد دوبليكيت، وانا جيت عملت حاجه مثلا، عملت ان يبقى يونيك مثلا بيزد على كي معين، فبقى مفيش دوبليكيت في تيبل ده، هل ده هيأفكت الابلكيشن؟ بنتكلم ان جنرال، يعني ممكن في كيس معينه يأفكت لوجيك للبيزنس، بس احنا بنتكلم على ان الابلكيشن مش بتكراش، يعني ده مقصود هنا يعني. اوكي، طيب حاجه كمان، ان انا عدلت change attribute add or delete existing في existing table. هنا حته تريكي سنه، انا بقول ان ده change، بس هو ممكن يأفكت اللي هو فيه، لو مثلا انا في كولوم بقرا منه، يعني في تيبل بقرا منه كولوم معين، وانا شلت الكولوم ده، الابلكيشن فيها هتدي اكسبشن، هتضرب. بس انا بتكلم ان اللوجيك اللي هي لو عدلت ده مش هتضرب اللي فوقيه كله، هو بس محتاج ان اعدل الكل، بس في الاخر ده مش بيهد اللي فوقيه. ده اللي عايز اقوله، ان هي مش وان ابلكيشن او وان كود بيقرا كل الكلام ده مع بعض، لا، هي سيبريتد. اوكي، طيب ايه الاكزامبل بتاع اللوجيكال لاير دلوقتي؟ خلينا نفترض عندنا داتا بيس فيها نفس البرودكت انفورميشن. اوكي، اللوجيكال لاير هتديسكرايب ايه هنا؟ هتقول لك ايه هي الفيلدز اللي موجوده في البرودكت دي. اوكي، خد بالك، احنا انا بس بكمبير دلوقتي، الفيزيكال لير كانت بتقول لك ايه؟ بتقول لك الداتا دي ستورد ازاي؟ البلوكس عامله ازاي؟ تفاصيل ديتيلز للفيزيكال للو ليفل. هنا بنتكلم الداتا اصلا شكلها عامل ازاي؟ ايه هي الفيلد؟ ايه هي التايبس بتاع الداتا؟ ايه تاني بتقول معايا؟ هي مثلا تشوف ازاي الداتا دي بتنتراكت مع اذر انتيتيز في الداتابيز. لو عندي برودكت، ايه الحاجه التانيه بتنتراكت مع الداتا، مثلا مع الكاستمرز ومع السيلز، هي بتشرح العلاقه دي، انتراكشن دي. اخر حاجه، منلي احنا بنقول منلي معظم الكيسز، البروجرام هو بيديزاين الليفل ده بيست على ايه بقى؟ بيست على النولج بتاعته، على ريكويرمنت، على حاجات كتير. بس خلينا نقول ان الفيزيكال لاير معظم في الغالبيه اللي بيعملها ديزاين هي شركه، او يعني سواء ده بيز مانجمنت سيستم، او هي فريم ورك جاهزه. اوكي، او في ممكن تاخد تعدل فيه، بس هي فريم ورك منلي. لكن هنا اللاير دي هي ديزاين فروم سكراتش فروم يوزنج بروجرامر. ممكن ان ممكن شركه ما تجيب ده جاهز مع الداتا بيز، زي مثلا تيرا داتا او اوراكل، بيبقى عندهم موديل جاهز. سبب مفترض في افضل الكيس ان هي يعني غالبا الديفلوبر بينتراكت كتير جدا مع اللاير دي. طيب احنا في الفيديو القصير ده شرحنا ايه هو اللوجيكال لاير، قلنا هو بيديسكرايب ايه، اللي هو شكل الداتا عامل ازاي، وات داتا بيديسكرايب، وات داتا ستور، بيشرح ايه اللي تشينجز ممكن نعملها، زي نضيف ده، نضيف تيبل للداتا بيز. قلنا برضو ايه التشينجز ان هي ممكن نعملها، ان احنا ممكن نزود كولوم، نشيل كولوم، وقلنا ان هي مش بتضرب ليفل فوقيها الا في كيس لو انت شلت كولوم بيستخدم. قلنا الاكزامبل بتاعنا بتاع الانفورميشن، قلنا هي بيتكلم على التايبس والريليشن، وان البروجرامر اللي بيشرح الحته دي. ده الفيديو السمري بتاعنا، ان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح هي الابر ليفل، هي الفيو ليفل. اشوفكم بخير ان شاء الله، السلام عليكم.